أغلقوا معظم مساجد المسلمين، منعوا الأئمة من الصلاة والصيام، وحرموا النساء من ارتداء الحجاب، ووضعوا مئات الآلاف في أكبر معسكرات اعتقال عرفتها البشرية، وأجبروهم على أكل لحم الخنزير وشرب الكحول. فما سبب عداء الصين لمسلمي الإيغور؟ يقترب إجمالي عدد المسلمين الإيغور في الصين من 11 مليون شخص، يتحدثون اللغة الإيغورية المنحدرة من اللغة التركية، ولا يجيد معظم أبنائهم اللغة الصينية، فقد كانوا يعيشون في دولة مستقلة تدعى تركستان الشرقية قبل أن تحتلها الصين عام 1949 وتطلق على موطنهم اسم تشينغيانغ، أي الحدود الجديدة. تسعى الصين إلى نخل ثقافة قومية الهان الصينية التي يشكل أهلها غالبية سكان البلاد إلى إقليمها الجديد، ثم دمج الإيغور قسراً في ثقافة الهان، وذلك عبر محاولتها القضاء على العادات الإسلامية واستغلالهم في أعمال قسرية، ليصبح الإيغور اليوم أقلية في وطنهم. الحكومة الصينية أجبرت الإيغور على الاحتفال بالأعياد الصينية وممارسة الطقوس المحرمة لدى المسلمين، مهددة إياهم بالعقوبات وزجهم في معتقلات يصفها المجتمع الدولي بمعسكرات اعتقال، غير أن الصين عادة ما تدعي أنها مراكز تدريب مهني ترمي إلى تطهير عقول من تصفهم بالمتشددين والانفصاليين، وتفرض السلطات قيودا مشددة على الوصول إلى هذه المنطقة الحساسة، ما يجعل الإبلاغ عن الانتهاكات والتحقق منها شبه مستحيل. مأساة الإيغور، وبالرغم من صرخات أبنائهم المدوية، لم تلقى سوى الشجب والتنديد من المجتمع الدولي، كان آخرها بيان إدانة ل 43 دولة في 21 تشرين الأول 2021 ضد ممارسات الصين بحق مسلمي الإيغور، لكن تبعه بيان مضاد دافعت فيه 62 دولة بينها 14 عربية عن الصين وانتهاكاتها، وكانت مصر والسعودية والجزائر والإمارات وفلسطين والعراق من بين هذه الدول.